سائل يقول: ما معنى اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف؟ هذا لا يجوز هذا الدعاء، فإذا كان لا يجوز فلا حاجة لمعرفة معناه. سبحان الله، لا أسألك رد القضاء، ومن قال إن أحد يسأل الله أن يرد القضاء؟ ثم قوله ولكن أسألك اللطف فيه، يعني كأنه يقول أنا من أبسأ سوى اللي تبي لكن ألطف. هذا غلط. يعني إذا قدرناك تسأل الله أن يعافيك، كأنك تقول بهذا الدعاء: اللهم أمرضني ولكن ألطف، وهذا غير لائق. بل نقول إن الدعاء يرد به القضاء كما جاء في الحديث: لا يرد الدعاء إلا لا يرد القضاء إلا الدعاء. والقضاء سبب، القصد والدعاء سبب، فهذا الدعاء بهذه الصيغة محرم، ولا يجوز إنسان أن يدعو الله به، ليس من أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعناه فاسد باطل. وإذا سألت الله فقل: اللهم إني أسألك أن تشفيني من مرضي، أن ترزقني من فقري، وما أشبه ذلك.